السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تصوير كده على السريع وتصوير بسيط كده، حبيت ان انا اصور لكم براد بايركس، اشيك براد بايركس بمعنى اصح، شياكة جدا، الخامة حراري، بيوضع على البوتاجاز مباشر قدامنا اهو. العلامات الصحية بتاعته هجيبها لكم من على الكرتونة وبعد كده نستعرضه. شوف كده، خش غسالة الاطباق وبتحط فوق عين البوتاجاز طبيعي خالص، تمام، تستحمل درجة الحرارة. ده شكل الموديل اهو من على الكرتونة، شيك جدا فوق ما تتوقعوا. طبعا شغل الاندلس لا يعلى عليه، براد بايركس حراري. نشوفه من خارج الكرتونة وشوفوه على الواقع قدامنا اهون. ده شكل الموديل اهون قدامنا، بسم الله ما شاء الله، خامته في منتهى الرقة والشياكة. دي النقوشات اللي عليها، وطبعا ختم الاندلس معروف انضف خامة. شفنا الغطا، لغطا بايركس زي ما احنا شايفين كده، شايفين شكل العصفورة والوردة، عاطية جمال خرافة خرافة للبراد. البراد كمان مميز ان من الداخل هنا لو لاحظنا مصفة، مصفة اعشاب زي ما احنا شايفين المصفة دي، بنحط فيها الشاي اللي احنا عايزينه. بعد كده طبعا المية بتكون جوه البراد، بنحط هنا الشاي، وما بنحط هنا المصفة بيبقى الشاي منفصل عن المية، بالتالي المية بتغلى عادي جدا ونفرغها في الكوبات، فبيكون الشاي مصفى كأن احنا اصلا عاملين شاي على الفتله، بيكون صحي جدا، لان الفتله بتاعت الشاي دلوقتي بيقولوا ان هي ما هي صحيه، فاحنا لقينا ان المنتج ده صحي جدا فحبينا برضو ان احنا نعرضه لكم. لو احنا خدنا بالنا هنا برضو ايد البراد، الايد من فوق هنا عج معانا اهون عشان تشيلي بيها لسهوله تشيل الايد، شكله يعني بصراحه مش محتاج كلمه. قدامنا البيانات بتاعته، عارفين دايما ان انا بحب ان انا اصور كل حاجة في المنتج عشان تقدروا تحكموا عليه بنفسكم. وده كده تصوير كده بسيط جدا من تصوير ام كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطبعا نسيت برضو ان انا اقول لكم عنوان المعرض، احنا هنا معرض كريم للادوات المنزلية، دمياط، باب الحرس، مستشفى الجلدية، تاني شارع بعد صيدلية الجمهورية، بجوار كرات للاساس وقصر الفراغ.